ايتميدي السما، ويلكم باك. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ولات عندي مناعه ضد الكآبه. كنحاول نتغلب شويه على الكآبه، فهمتي، باش ما نحسش بالديبريشن وداك الشيء. علاش؟ حيت الحمامات ولاو كيموتوا ليا واحد مورا واحد. البارح مسكينه مات لي ديك النتوه ديال العنبر مع 12 ديال الليل. طلعت عندهم بديت كنشرب فيهم، درت لهم القزبور حبوب والثومه وخلطت لهم داك الشيء وشربت لهم، ولكن والو. طلعت عليها مسكينه في اللحظات الاخيره ديالها، كتميل هكا وتميل هكا. اليوم عاوتاني فقت الصباح، طلعت لقيت واحد من البسابيس مات، اخرى دابا كتوفى. ما غاديش نصور لكم، واحد المنظر خايب بزاف. المهم درت لي بجهدي، ولكن داك الشيء ما صدقش. كانوا قالوا لي الدراري دير لهم الشيح، دير لهم هادي، دير لهم هذا، ولكن دوك العلاجات الطبيعيه ما كيصدقوش. باش نخرجوا هاد الشيء. بغيت شي الهبط مسكينة، ثلاثة اللي بغيضوا لي يعني. صافي، كنتلقاهم كيسرحوا، كيبغيو يبيضوا كيرجعوا. كيكا مسكين مريض، تزاد عليه الحال، نزل تشوف بوحدو تما. حتى ديك البسيبيسة الصغيرة اللي كنت كنوكل بيدين مريضة. هادو تاهما مراض ديال العنبر، يلاه بدا كيشد فيها المرض. انا نبطو هادو نكملو الهضرة ديالنا. سيري هاك لباس، بغيت غير توسخني وصافي. بالنسبه للفلاجيل، هادي تقريبا شي 3 ايام. كان قال لي الحسين بلي غادي يمشي لفاس، بالنسبه للدراري جداد معنا، الحسين هو واحد لامي. وصافي قلت له غادي يجيب لي معاك واحد فلاجيل ديال 250 ملي غرام. غدا ني تمشيو عندو نديو لي سنو ايزابيل، يبقى عندو تما، هو عندو تيسا، عندو الكوري وداكشي. البارح بقيت كنشوف في الحمام، لقيت لي مرادين كثر من اللي ما مرادينش. سو سديت على دوك اللي ما مرادش، سديت على البسبوس وعلى ريانا، والبسبوس ديال ريانا سديت عليهم زعما حتى نشوف هادشي فين غادي، ولكن بان لي البسبوس هاد الصباح عاوتاني ماشي تال تما. سو املنا الوحيد هو فلاجي، الا دار شي حاجه هي هذيك، ما دارش شي حاجه ما عرفتش شنو غندير. البارح كاع طلع عليا بزاف، كنت باغي نرجع في عليا الحاج. البلاد واخا زوينه ولكن صعيبه، فهمتي، خاصك الترونسبور ديالك، خاصك باش تبقى تحرك، خاصك التيسا، خاصك الكوري. اما دابا خرجت على الحمام ديالي، كما قلت لكم انا كنتسرع، مشيت تسرعت وجيت بكري، ما قدرتش نجمع الفلوس ديال البنين ونمشي شويه بشويه. سو البارح فكرت واحد البلان مؤقت، ما عرفتش واش عجبكم ولا لا. الدجاجات قررت انني نهبطهم عند خالي. القنيات كما قلت لكم غادي نعطيهم للحسين، غتبقى عندي غير سيليا ولوكا والحمامات. فهمتوا، دابا نحاول نبني هنايا، نبني بيت صغير وغادي نرجع للحاج. نرجع للحاج بنتي مع سيليا ولوكا والحمامات اللي عاش هنايا، هذيك اللي مات هنا الله يرحمه. بالنسبه للحمامات ما غاديش يبقاو معنا كاملين، غادي نديهم معنا كاملين للحاج، وغادي نداويهم ملي يبراو مسين غادي نبيعهم. غنخلي غير البسبوس وريانا وشي كوبلا. صافي غادي يبقاو عندي جوج ديال لي كوبل ديال التوكال، وغادي نجيب الخنيسي والكاطيطانو اللي راس لي زوينين، ونبقى نحطو البنت ديالهم ويكلو لي الحمام الاخرين، ونديرو البيروش، ونديرو لي زانسيبارابل وشي بيروكي وشي هامستر. وصافي هذا ما كان. وبالنسبه للبلاد عاوتاني غادي نرجعو لها ان شاء الله في الربيع، كيكون الجو زوين ديك الساعة، نخرجو نطلعو للجبال وكدا، ونجيبو معنا باش نكملو البني، ونجيبو معنا راس المال باش نديرو شي حاجة هنايا، فهمتي، شي طوموبيل، شي اكسبريس ولا سي 15، بقاو نهزو بها العلف ونجيبو بها السلعه. اما دابا اي حاجه احتاجيتها خاصني نهضر مع خالي ولا عمامي في السكوره، ديما كيصيفطوا لي السيكلم ديال القنيه والعلف ديال الدجاج والحمام وداك الشيء. سو من هاد الناحيه المدينه احسن، كلشي قريب ليا تمايا، ديما كياكلوا ماكله فريش. وحتى هما تبارك الله غيوصلوا للبلاد، كلشي تحلات ليه الشهيه. ايزابيل ولات كتاكل بالطوبل، الدجاج كياكلوا بالطوبل. طولت عليكم عاوتاني براطرس بالهضره. الويز الحمام جبنا لهم هاد الكرياش، ركبوا لهم با باش ما يبقاوش يخرجوا يتلاقاو مع الشاجه شويه عاديهم ولا يزيدوا يمرضوا عاوتاني. المهم صاحبنا حتى هو مريض مسكين، واخا مازال في شويه ديال لافانت، حبسونا على اساس انه ما مريضش باش ما يتخالطش مع الحمام، ولكن فقت الصباح وبان لي هادشي. بالنسبه للبيض بسبوس ومرشو، خوت لهم العشاء ديالهم من هنا، بغاو يبيضوا عاوتاني ولكن ما غاديش نخليهم يبيضوا دابا. وريانا تبارك الله كما كتشوفوا ما فيها لا ضياغ لا والو، كتاكل تما كتشرب تما، ما كنخليهاش تخرج كاع. حتى الخشب ما عنديش باش نقاد لها شي كاج برا، باش تخرج تماش عاوتاني ورطها، خرجها واحد الساعه للمكانه ورطها عاوتاني، توكل ولدها عاوتاني خرجها، ولكن الخشب ما كاينش. هادو تا هما ما مراتش مسكينه، تبقى فيا مازال كيتقاتل، كنشربو بالسورانك ولكن والو، مسكين ما حاولش يعيش. سنوي ماش فيني اي يعني. درت لها بحال هكا باش بدات تبرد مع السيما، وتلقى فين جري طوالة، ما جوج كرباش ما كيكفيوهاش، هكا كتخرج وكتجري. عرفت الصباح شنو لقيت؟ لقيت ايزابيل جرات الكرباش بحال هكا، وهي تخرج سنوي طلعت فوق الكربة وكتجري عليها. ايزابيل ما كتشدهاش، كتجي لها من هنا وتطلع لها عاوتاني، وتخرج لها من هنا وتدخل لها من لها، حتى خرجت لها من هنايا نكريت من ديك البلاصة، راه طيحاتها من تما، خرجت من تما وبقات كدور هنايا. الكيكة مسكين تزاد عليها الحل بزاف، بقى فيا مسكين، ولكن اليوم ان شاء الله توصل ليا فلاجيل وغادي نشربها ويولي لاباس. المهم سيليا راه هي لاهي، ما بقيتش دابا كنسرح الدجاج، كنشد سيليا وكنربطها تما، واخا مسكينه ما مولفاش السنسله ولكن شديها.
كصيفط ليلى برد عندها الدعوه تما وجوج شراهم عليه. البارح كنت خرجت ليا ولوكا، ولكن لوكا كطرطق السلسله وصافي حطيتها هنايا بوحدها. قلت كول لوكا كنحطها دابا في البلاصه حيت الصباح كتجي الشميشه من الجهه، دابا راه قربت تحكمها دخل عليها البراكاس وخصني نرطي عليها عاوتاني باش ما تحكمهاش. يلا البارح جمعت هادشي ولكن ناس الكارطون والخناشي سيليا ولوكا ما كيخلو حتى حاجه نقيه. المهم دابا شنو نديرو؟ غادي نخرجو بالي بسبوس ونتيوا ديالو. شوف بعدا سيليا تجي شرام عليه كتقول سيليا كيجيو الكلاب كيشوفوها من البعد هكذا من بعدهم كيهربو. عم صور يا سيليا عم صور، انت راه عندك المال عندك كلشي كثير. سلولة هادي هادي كتقول لها امي سلولة فهمتي اسم ديال العوايد تلوكل كتقول سيليا ستاي ستاي هانيشي هانيشي. خلوهم ساكنين بدل الجو شوية مبقاوش غير الدار الطار والمرض والماكلة والنعاس، كل شوية ديال الحجر يتشمشو ويشريو. سيليا كتبقى فيا هاد سيليا شحال من واحد كيربط الكلب ديالو برا بحال هكا كتجي عادي، انا كتجيني بحال حكرشا ولا شي حاجة. دابا الا تلقشات نشاط فهمتو اش بدا تجري هو جري الحمام وجري التاس وكلشي غادي تخربق علينا. كيتساو كيتقداو دابا فهمت صار العسل شي كتاكل الحجر باش دير الكالسيوم باش دير القشرة ديال البيضة. الحمام عاوتاني ماشي بحال الدجاج كتعجبوهم الشمس. الفروك الغابية جا عندنا خالي طلعت سيلي حتى في الطاجيش. المهم هو البغل ديالو عزيز عليا غود بوي. جبت شعر خاف من الكاميرا تريبي اللي داقة ما ديما كيجي عندي كيجي كنتهلا فيه كنعطيه شوية الخبز شوية ديال الشعر هاك هذا نمشي ندخل بعدا دوك الحمامات قبل ما تدوش عليهم شي قطة. أول مرة غادي يدخلوا مع الباب ساكن خاصني نحيد لهم دوك السيوفة باش يكبروا لهم عاوتاني. إيزابيل صبرا فاواي غبي ولا تا غبي يرقني مسكين خصني نجيب لها شويه ديال الشجر باش تاكلو. كتاكل الوراق وكتاكل حتى داك الليحاء كتخلي غير العمود بحال هكا. انا عطيت اللي بغى شويه ديال الزرع انا عطيت في يدي باش تشوفو التراس كي داير. زدنا شي كلشي اصاحبي عيب شوي عيب شوي لا لا اصلا ما غاديين اصاحبي ما داير في الطاس كاينه شويه ديال الدبانه نحيدو ليه ديك الرصاصه الكبيره تهرست لهذيك اللعيبه علاش كتشد درت له غير فهاد الصغيره.
يخاف.